شوفوا خلاص الصحراء الغربيه لو صحراء اوكسيدونتال ما عنده حتى اهميه جيوستراتيجيه للجزائر. كاين اللي يقول لك تبعني مليح، كانوا يقول لك المنفذ على الاطلنطيك، ما نسحقش المنفذ على الاطلنطيك، شنو ندير به انا المنفذ على الاطلنطيك؟ عندي لا ميديتيراني، عندي 1600 كيلومتر دو كوت. تبع معايا. اسمح لي مسيو رحماني، يا سيرتان كي ديز في لي زاني 70 بور ريغلي سات افير سوز اوتوريتي ماروكان كانوا قالوا الجزائر بلي تخلينا الصحراء الغربيه ونعطولك ان اكسي الاطلنطيك. اسكو سي فري او با؟ يا راجل سوني با فري، سوني با فري. صح. ماتنون دوك نجاوبك انا. الصحراء الغربية ما عندها حتى أهمية جيوستراتيجية للجزائر. اوكي. هذه من ناحية الايكونومي ولا يعني تروح الصحراء الغربية تتحرك تتخد تتقطع يرجعوها جزيرة ما تقيش الشعب الجزائري والجزائر ومصالح الجزائر. لكن تبعني مليح. مادام القصر الملكي المغربي عنده أطماع في أراضي جزائرية، الصحراء الغربية تعتبر بالنسبة لنا أمرا جللا. مثلا لما الصحراء الغربية مهمة، الصحراء الغربية مهمة للمغرب لأنه ما عندوش منفذ فار إفريقيا إلا عبر الصحراء الغربية. نعطيك مثال، غدوة قال سيدي الجزائر دورها غربة، البوليزاريو يعلن للناس كل بلي البوليزاريو إل ديكلار الصحراء الغربية برانسيبوتي تابعة للجزائر. اوكي هاك معايا؟ أنا معاك. نشعل وربها حرب في الصحراء الغربية، على بالك بلي المروك يعتبر جزيرة، المروك من الشمال عنده اسبانيا مستعمرة له سبتة ومليلة، وعنده من الجنوب طرف قد هك وسموه الصحراء الغربية والباقي اسمها الجزائر. لما تشوف لو رابور اللي داروه سكون ابل لا كوميسيون دو ديفونس نتاع فرنسا بارلمونتير بلي الجزائر تقدر تخلق اون بول بالبحرية نتاعها في لا ميديتيراني، معناتها المروك وش يولي؟ يولي جزيرة معزولة. دونك الصحراء الغربية بالنسبة للمروك أمر استراتيجي، بالنسبة للجزائر ما عندها حتى معنى إلا معنى واحد، نهار المغرب يسني الحدود البرلمان المغربي لأن الملك حسن دو سني الحدود بصحة سو ريزيرف، الملك سنيا وحط سو ريزيرف دو بارلمان ماروكان، نهار يسني البرلمان المغربي يصفي قضية الحدود مع الجزائر. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني أن المغرب يصفي لوليتيج تاع لي زالجيريان اللي عندهم ممتلكات في المروك دي ميلي هكتار. صحيت. وكذلك المغرب يعترف بالخطأ التاريخي تاعو في التعامل مع المخابرات الفرنسية ضد الثورة الجزائرية باش ما تبقالوش مزية علينا. دار لنا سيستم تاع انا نقول خالتي تعطيني بنتها وهي تقول ولد اختي يخدم لي باطل. علاش؟ لانه المخزن المغربي مهما تكون الظروف عنده باك جراوند بوليتيك، لكن الثوار الجزائريين ما كانش عندهم الخلفيه السياسيه هذه باش يتفطنوا لما يرمي اليه ملك المروك هذاك الوقت محمد الخامس، وتوارثوا حسن الثاني، وتوارثوا دركا محمد سته، وبكل في ثلاثه كل واحد قاعد يتاقلم مع الظروف ويطور كيما نقولوا حنايا في الوسائل نتاعو. بون السؤال تاعك الاول طولت فيه، السؤال تاعك تاع موضوع هذا ماشي سؤال.
Non, non, va voilà, parce que bizarre les Algériens ou la jeunesse algérienne, ils sont en train de yhemlou hadha al-qadi, alors qu'elle est vraiment importante. Un des djoudour tarikhien. Mais شوف ماشي شوف ماشي ماشي غير شوف دوك نهضر صحه بون قولوا عليا شوفوا انا ما خبيتش عليكم انا كنت في لي سيرفيس سكري الجيريان اي جو سي فيير دافوار سيرفي لي سيرفيس و جامي جامي دنيت للهيئات جامي انا ضد هذا الطحاحنه اللي راهم في البوفوار باسكو ما يمثلوا لا الجيش لا الاصل نتاع الجيش بون مي خلينا شوف الشيء اللي صرا في الجنوب الجزائري حدود مع شمال المالي سابقة خطيرة على رأسها المغرب وإسرائيل دونك أنا الصحراء الغربية ماشي غير نزيد ندعمها نجوز لهيه الله غالب ما عندي والو في يدي الله غالب أنا بور لانستون عندنا برنامج عندنا منهجية بصح ما عندنا في يدينا سلطة لكن كون جات عندنا في يدينا سلطة اتحاد شمال افريقيا سوف يكون رغم رقاب الجميع ابتداء من ملك المروك الى شنابطن تاع ليبيا الى الدميه تاع مصر هذا هو المبدا النوميدي الماسينيسي ماسينيسا قال افريكوز افريكا انا نقول L'Algérie aux Algériens et après l'Afrique du Nord aux Africains du Nord. Aux Africains du Nord. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Ta deuxième question. Ma deuxième question, rapidement, est-ce que le dernier الجزائر وفرنسا اسمعني وفرنسا شوف خلي كلام فرنسا نحكيو على اسبانيا علاش لانها هي المستعمر وهي اللي صفات الاستعمار تاعها دونك تحمل مسؤولياتك داكور نورمالمون كي تخرج الوغ دو فير لا ريفيراندوم ديريكتوم صحيح وما كاينش بروبليم برافو بارك الله فيك اسبانيا هي اصل مشكل الصحراء الغربيه لما فرنسا اسبانيا دارت الخطا هذا هو ريبو مدين اسون ايبوك استغل الفرصه هذه باش يخلق كيما نقولوا حنايا اون موني دي شانج ولا وسيله ضغط على المغرب دايور لما رئيس موريتانيا فرط في النص نتاعو للمغرب قال عليه كلمه بومدين قال له كبرنا بالحمار وعملنا له قيمه زعبط ولد الحرام ورجع لحلاسه ولا لا بارك الله فيك